الو ايوه مامي. لا انا على البحر مع احمد ومنون. حاضر هاجي حالا. باي. مالك يا احمد؟ ابدا منا مفيش حاجه. بقول لكم ايه يا جماعه، ايه رايكم لو تيجوا معايا ونتغدى عندنا في الفيلا وفرجاكم وبالمره نقعد مع بعض شويه كتير؟ ما اعتقدش النهارده هينفع صافي، لازم نتغدى مع بابا وماما. خلينا بالليل. ايه رايكم يا اولاد؟ راينا في ايه بس يا ماما؟ اذا كان بابا سال وعرف ان الشرع والدين بيقولوا ان بعد انتقال التركه الميراث لينا بقت حلال، يبقى محتاجه راينا في ايه؟ ما هي المساله مش كده وبس. المساله ان التركه دي وخاصه مجموعه الشركات اللي فيها محتاجه اداره، وانا لم ادرس الاداره كعلم ولا عندي خبره كافيه فيها، بالاضافه لان مهنتي وعملي بالنسبه لي لا يمكن اضحي بيهم. محدش بيقول ان حضرتك تضحي بشغلك ولا بمهنتك. بابا انا اعرف ادير مجموعه الشركات كويس قوي، وكده حضرتك هتفضل في شغلك في الجامعه وفي العياده. وبعدين ما تخافش، مجموعه المستشارين اللي حضرتك شفتهم هيفضلوا جنبي وحواليا، ودول مستشارين على اعلى مستوى. اداره مجموعه شركات ضخمه زي دي عايزه خبره، وانت لسه صغير وعظمك طري. طب ايه رايك بقى ان معظم رجال الاعمال دلوقتي في سني ويمكن اصغر مني كمان وناجحين وممشيين شركات كبيره وزي الفل؟ احتمال يكونوا اتربوا في ظل الاداره وكمان عندهم خبره كافيه. يا بابا يا حبيبي الخبره بتيجي مع التجربه والشغل. انا اخشى عليك كمان من شرور هذه الثروه. الثروه والنفوذ من اخطر ما يمكن. ما تخافش يا بابا، ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. يا ابني مش مساله حسن ظن، اذا كنت انا خايف على نفسي من شرور هذه الثروه مش هخاف عليك. ولا ايه يا منى؟ انا شخصيا افضل انك تفضل الدكتور مصطفى الشرقاوي اللي ابحاثه بتدرس في معظم كليات الطب على مستوى دول العالم، واللي مصنف من اكبر 5 اطباء امراض كبد في الشرق الاوسط كله. هي دي الثروه الحقيقيه يا دكتور. بطلي بقى كلام الانشا بتاعك ده يا منى، خلينا في الثروه وادارتها. الو، اهلا يا دكتور ابراهيم. الحمد لله على السلامه. انت جيت امتى؟ ويا ترى جبت لي الاوراق بتاع السيمينار ولا نسيت؟ طيب عظيم. على فكره يا دكتور انا محتاجك، ومش بس محتاجك ده انا محتاجك جدا. على كل حال يا ريت بكره تجيب سميحه واشراقه وتجيلي على مارينا، اهو نقدر يوم مع بعض. اما توصل بس عند البوابه كلمني في التليفون، انا هبعت حد يجيبك. جرى لك ايه يا سعاده البيه؟ هي بقت هوايه عندك كل شويه تبعت تجيبني على ملاوشي وسط الوحوش بتوعك دول، انت ما وراكش حاجه تانيه؟ بطل الفطا يا فوزي وقعد، قول ايه الاخبار؟ لقيت الاخبار مفيش اخبار جديده. مفيش غير ان الدكتور مصطفى خد مراته واولاده وسافروا مارينا يقضوا كام يوم. قول لي يا فوزي، هو الدكتور مصطفى ده عقر وباله مسيحه زي المرحوم اخوه، ولا راجل طيب وممكن ناخد حقنا منه بسهوله؟ لا هو من جهه راجل طيب، هو راجل طيب، استاذ جامعه محترم ملوش في اللف والدوران، يعني تقدر تقول كده انه عكس المرحوم اخوه في كل حاجه. طب اسمع يا فوزي، اول ما يرجع من مارينا اديني خبر عشان اروح له واتفاهم معاه بالمعروف. جيب المعروف كان بيها، ما جاش يبقى هو الجاني على روحه. لا منونة مش معانا خالص. معلش اصل اتفرجت على الفيلم ده كتير قوي قبل كده، وبعدين انا تعبانه وعايزه اطلع انام. صباح على خير. انتي من اهلي. والله بصراحه يا دكتور انا مش شايف اي داعي للتردد اللي انت متردده ده. وسعادتك بدل ما تصفه التردد تقدر تقول انه تفكر وتمهل قبل اتخاذ قرار خطير بالشكل ده. على فكره معالي الوزير يحيى فؤاد اجرنا هنا لما عرف انكم موجودين، اتصل بيا وعزمنا كلنا نروح عنده لله في فيلته علشان يهمه قوي نتعرف بجنابك. ومدامته كمان نفسها تتعرف عليك يا فاطمه هاني،
عارفه لو شفتيها، ست طيبه قوي اشارين. وده وزير مهم جدا في الحكومه، مهم قوي 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 زي ما انت عارف جنابك. ومعرفته والمدام بتاعته مهمه قوي 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 بالنسبه لكم. انا طبعا موافقه لو الدكتور مصطفى ما عندوش مانع. يعني طبعا انا ما عنديش مانع بشكل شخصي، بس اكيد مش الليله، خلوها بكره، لان ابتداء الوقت اتاخر وانا مش متعود على السهر. وبعدين بكره جاي لي واحد صديق من مصر. يا مرحبا، اتفضل. اهلا وسهلا. بسم الله ما شاء الله، ايه الوبها دي يا ابو درس؟ اللهم صل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ده انتوا نورتونا النهارده والله. الحمد لله على السلامه يا شكرا. ما تترعتش قوي كده، مش مستاهله الرعشه دي يعني. انا هسيبك لضيوفك، اما تخلص تبقى كلمني عشان نتقابل بالليل. باي باي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا، ده مارينا كلها منوره. ايه ده، ايه ده، اشرقت يا اشرقت. والله يا اخويا مصطفى انا لو كنت مكانك كنت هحتار زيك ويمكن اكتر منك. يا ابراهيم انا ما طلبتش منك تجيلي غير بعد الحيره ما بلغت منتهاها. انا خلاص مش عارف افكر ولا اقرر ولا احسن. انا فعلا محتاج نصيحتك. صعب ان اقول لك ارمي الثروه بالشكل ده ورا ظهرك، وصعب كمان ان انصحك انك ترمي مستقبلك ومهنتك اللي انت بتحبها واللي انت ناجح فيها عشان تدير مجموعه شركات وتدير ثروه. وصعب كمان ان اقول لك صفي او بيع اكبر مجموعه شركات في البلد، خصوصا ان قرار مجموعه الشركات مش متعلق بيك لوحدك، لا ده متعلق بمصير اكتر من 11,000 اسره عامل موظف زي ما انت قلت لي. ده تحليل جيد جدا. المهم ايه الحل دلوقتي؟ أنسب الحلول في حالتك دي هي الحل الوسط. وزي ما حضرة النظرة اقترحت عليك إنك تعمل انتداب أو تتنقل لطب القاهرة وتبقى ما بين الجامعة وعيادة الشرقية وإدارة مجموعة الشركات. وعيادة الشرقية يا سيدي بمر عليها 3-4 ساعات مرتين ثلاثة في الأسبوع. وجدول الجامعة يعني يكون مخفف شوي. والله يا إبراهيم ده اقتراح يبدو إنه جيد وبناء. بس المؤتمرات والابحاث. المؤتمرات مقدور عليها، يعني ما بتزيدش عن 4-5 مؤتمرات في السنه. والمؤتمر لما بتزود ما بتزيدش عن 2-3. والابحاث بتاعتك بدور لها على اي وقت فراغ عندك. منين؟ دول 37 شركه شغاله وناجحه جدا، يعني اكيد مش هلاقي وقت فراغ اطلاقا. استنى استنى، انت في بدايه كلامك قلت لي ان مجموعه الشركات بتضم مجموعة كبيرة من المستشارين اللي كفاءتهم عالية جدا. طب ما خلاص اتحلت. الجماعة دول يشيلوا عنك هم كبير شوية ويريحوك، زاد أحمد ابنك لازم يبقى جنبك ويدير معاك وبعد كده يبقى يدير لوحده. أحمد أنت عارف إنه أهوك وصعب أوي إن أنا أتمنه على إدارة مجموعة شركات ضخمة زي دي. يا سيدي المسؤولية مسيرها تنشف عظمه وتخليه صلب، وإن شاء الله هيكون قد المسؤولية. مالك يا سميح؟ ولا حاجة، بس شكل أحمد ما عجبنيش وهو بيتمشى في الجنينة ولا عجب أشرق. إلا قوليلي بقى، مين البنت اللي كانت هنا مع أحمد وحطت إيده في إيدها؟ لا أبدا ولا حاجة، دي صافي أخت المرحومة مرات المرحوم محمود، بنت شكري بيه مستشار كبير في الشركة. لا ما تفهميش الموضوع غلط، أحمد ما فيش بينه وبينها أي حاجة، إحنا كمان ما وافقناش. ما وافقتوش على إيه؟ لا لا مش قصدي، يعني بقولك إيه، ما تقومي نتمشى على البحر شوية على ما الشغالين يحضروا الغدا. مفيش داعي للف ودوران. أصل أنا بتحبها؟ مش عارف. يبقى علشان علاقتك بيها. كنت دايما من أول ما اشتغلت في شركة المرحوم عمك وأنا حاسة إن فيك حاجة اتغيرت. يا أشرقة أنا ما تقولش حاجة، أنا من سكة وأنت من سكة وربنا يوفقك. أشرقة إيه ده بقى؟ سايب احمد لوحده ليه؟ اخوك اختار وانا قررت. طب نقعد مع بعض انا وانت شويه نتكلم يعني.
قلت لك انا قررت يا منى، وارجوكي بقى ما تتعبيش نفسك. صدق بالله هتندم طول حياتك على حب عمرك اللي ضيعته عشان شويه تنطيط وديسكو. واسمح لي اقول لك انك غبي. منى امشي من وشي دلوقتي عشان ما تزعليش مني، ولا اقول لك انا اللي سايبها لك. دكتور ابراهيم، ما بيني وبينك لا يستطيع شيء اطلاقا ان يفصمك، واحمد زي ابنك، انت عارفه زيه زي ابناء جيله اهوج. عشان كده هنضعه امام الامر الواقع، هنتفق دلوقتي فورا على ميعاد كتب الكتاب وتخرج. الموضوع انتهى خلاص يا ام حليم، واحمد بالنسبه لي من اللحظه دي بقى اخ، يعني متحرم عليه. بتقولي حاجه يا سميحه؟ هقول ايه بس يا بابا؟ مطلوب منك ابراهيم كلمه. والله القرار قرار اشراك البنت، وهي خدت القرار الصح، وكده كده يا سيدي احنا اخوات واصدقاء عمر، ولا يمكن الموضوع ده ياثر على صداقتنا. احنا مش هنتغدى يا هانم ولا ايه؟ انا بطني صوصوت من الجوع، ويا دوب ناخد الطريق قبل الدنيا ما تليل. زعلان ومقموس كده على طول؟ من فضلك يا فاطمة، انا حاسس ان انا عليا ستريس جامد جدا. انا مش فاهم ايه اللي ابنك بيعمله ده. ده اغبى انسان في العالم. حد يسيب اشرقت الجمال والرقة التربية والاخلاق؟ معقولة دي يا مصطفى؟ دي حياته ومستقبله وهو حر فيهم. وبعدين على رأي المثل، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. مخرومة ايه وتخر ايه؟ ايه التعبيرات الغريبة دي؟ بعدين ده ابننا، مفروض نفهمه نوعيه. خلاص بقى اللي حصل حصل. وبعدين انت عارف ابنك دماغه ناشفة، مهما هنقوله اللي في دماغه هيمشيه. انت عايز تروح للناس وانت زعلان بالشكل ده؟ ناس مين اللي هنروح لهم الساعة دي؟ مش احنا النهاردة معزومين على العشاء مع شكري بيه وعنايات تاني عند الوزير يحيى فؤاد؟ والله كانت وحشاني قفشاتك اللي ملهاش حل يا شكري باشا. انا شخصيا خلاص هعتبر من النهارده ان احنا بقينا اصحاب. لازم نفضل على اتصال عشان اول ما ننزل القاهره نشوف بعض. طبعا طبعا، ده شيء يشرفني يا كوثر حلمي. على فكره يا دكتور مصطفى، المرحوم اخوك كان صديق وصديق عزيز، وانت الاخر من دلوقتي هعتبرك صديق وصديق عزيز جدا. ده شيء يشرفني يا معالي الوزير. ده الشرف لي انا كمان يا دكتور مصطفى. اي فرصه يبقى اكبر دكتور كبد في مصر يعالجني من مشاكل الكبد اللي بقى اعاني منها. من الناحيه دي اطمن قوي يا معالي الوزير. دكتور مصطفى من اكبر اطباء الكبد على مستوى العالم كله. ان شاء الله الشفاء هيكون على ايديه. على فكره يا دكتور مصطفى، كان بيني وبين المرحوم اخوك محمود فكرة إنشاء مشروع سياحي ضخم على أرض ملكي هنا في الساحل الشمالي، وكنا على وشك نبقى شركة، أنا بالأرض وهو بالمشروع. إيه رأيك أنا هحيي معاك المشروع ده؟ وهو لما نبقى شركة في مشروع ضخم زي ده أكيد أواصر الصداقة بينا هتزداد. مشروع سياحي ضخم، ربنا يقدم فيه الخير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أدهم ابني الوحيد خريج اقتصاد جامعة أمريكية، وعنده شركة سياحية، والأرض اللي هيتبني عليها المشروع في الساحل الشمالي تبقى باسمه. أهلا وسهلا ابني. أهلا وسهلا. الدكتور مصطفى الشراوي أخو المرحوم محمود باشا الشراوي، الباشمهندس أحمد ابن الدكتور مصطفى. أهلا باشمهندس.
لازم بقى نبقى اصحاب ان شاء الله. ده شيء يسعدني جدا. ادهم. يا ماما. تعالى يا حبيبي. مدام فاطمه حرم الدكتور مصطفى الشرقاوي. اهلا وسهلا. طبعا طنط عنايات وصافي انت عارفهم. اه طبعا. اما دي بقى دكتوره منى بنت مدام فاطمه والدكتور مصطفى الشرقاوي. اهلا يا دكتوره. وفرصه سعيده جدا. ميرسي. ادهم. يلا خد احمد وصافي ومنى اخرجوا اسهروا وعيشوا حياتكم. يعني رقص ورفضتي نرقص؟ طب على الاقل نتكلم ونتعرف على بعض اكتر. بيتهيألي مفيش حد هيعرف يسمع حد في الدوشة دي. اوكي تعالي نقعد بره في الكافيه اللي بره ونتكلم في جو كل هدوء. معلش خليها مره ثانيه، اصل عاوز انام. عن اذنك. بس انا بقى مصر نرقص سوا. اوعى ايدك هتكسر ايدك. استني هنا يا منى. ايه اللي انت عملتيه النهارده ده؟ معقوله؟ معقوله تعاملي واحد باباه من اهم الوزراء في مصر بالطريقه دي؟ كنت عايزني اتعامل معاه ازاي بقى يا باشمهندس؟ اقوم ارقص معاه؟ ولا اهزر معاه؟ ولا اسبله بعينيا؟ لا كده ولا كده. بس الدنيا مش قفشه يا منى. واضح انك نسيت ان احنا من منيا القمح. واصلنا من شلشلمون. واني مخطوبه وبحب خطيبي جدا. وواجب عليا احافظ عليه في غيابه. وعلى فكرة قلبي عمره ما يكذب عليا أبدا وبيقول لي إن الست صافي بتاعتك دي هي السبب اللي خلتك تسيب أشرقت والفرق اللي بينها وبين أشرقت كبير قوي يا حمد. صدقني صافي دي ما بتحبكش، أشرقت هي اللي بتحبك ومن توبك. متشكرين على النصيحة، بس يا ريت بقى توفري نصايحك دي لنفسك يا ست الدكتورة. وبما إني بقى أخوك الكبير واللي أعرف في الدنيا دي أكتر منك مليون مرة، انسي حكاية شلشلمون ومنيا القمح دي خالص. احنا وضعنا دلوقتي اتغير يا بنتي، اتغير بدرجة 180 درجة، واحنا كمان لازم نتغير معاه. عيش الوضع الجديد يا منى. وضع منى طلاه بنت الدكتور مصطفى الشرقاوي الملياردير. وضع منى طلاه بنت الدكتور مصطفى الشرقاوي بتاعت منيا القمح واللي اصلها من شلشلمون هو اللي يناسبني ومش هيتغير يا احمد. سلام. يا دكتور ايه الاصوات الغريبه بتاع العربيات اللي بره دي؟ ابدا يا بابا، ده احمد كان بيوصلني ورجع يكمل سهرته. طب ما قعدتيش معاهم ليه تتبسطي؟ ما حضرتك عارفه يا ماما ان انا ماليش في الديسكو والحاجات دي. طب مالك مكشره كده ليه؟ مش مكشره ولا حاجه، بس يعني عندي شويه صداع من الدوشه وعايزه انام. تصبحوا على خير. صباح على خير يا دكتوره. هي مصطفى قلت ايه؟ هتعمل ايه؟ والله انا متهيألي من بكره بقى نروح على الشرقيه ونبدا نحضر نفسنا عشان ننقل على القاهره خلال الاسبوع، لان انا هبدا بقى في اداره المجموعه دي. ايوه كده يا راجل، خلي حياتنا تحلو. حياتنا تحلو يا فاطمه؟ احنا كانت حياتنا مره ولا ايه؟ فشر يا مصطفى، دي حياتنا احلى حاجه في الدنيا ولسه هتحلو. والبشاير بانت. بشاير ايه اللي بانت؟ انت ما خدتش بالك من معالي الوزير ومراته كانوا بيلمحوا على ايه؟ كانوا بيلمحوا على ايه؟ على منا وابنهم ادهم. منا وادهم؟ يعني ايه مش فاهم؟ مش فاهم ايه يا دكتور؟ دي تلميحاتهم واضحه زي الشمس. الست كانت شويه شويه هتقولها لي على بلاطه. ومالك فرحانه قوي كده ليه؟ ايه الحكايه؟ تقول لك ايه على بلاطه؟ انت ناسيه ان بنتك مخطوبه؟ ايوه، بس ده ابن وزير. ابن وزير؟ والله ما يكون ابن ايه؟ انا لا يمكن طبعا هوافق ولا بنتك هتوافق. ليه بقى ان شاء الله؟ انت النقله اللي احنا اتنقلناها دي عملت لك فقدان جزئي وكلي في الذاكره ولا ايه؟ انت ناسيه ان بنتك مخطوبه لابن اختك؟ قول ما بدالك، ما انت خلاص بقيت مليونير يا باشا. انت اللي كلامك غريب جدا الليله. غريب ليه بقى ان شاء الله؟ انت عارف ابن اختي ده تنح زي ابوه الله يرحمه ويحسن اليه. عمره ما هيكون نفسه ولا هيعمل مستقبل، وهيقعد البت جنبنا لما تعنس. مش هتعنس ولا اي شيء. انا ان شاء الله كفيل بكل حاجه، هجوزهم وهعمل لهم كل اللي هم عايزينه. وابن الوزير بلاش؟ وبعدها لك يا فاطمه. خلاص يا مصطفى، يعني انت شفت الست والراجل خلاص كلموني عليها وانا وافقت؟
فاطمة خلي بالك، الملايين والمليارات وحياة القصور والعربيات الفخمة والحاجات دي ليها بريق، وبريق بيخطف الأبصار والعقول، وتبقى كارثة لو وصل لنا، هتبقى كارثة حقيقي. لازم تكوني اتنشن، اتنبهي لنفسك يا فاطمة. ماشي يا مصطفى، هبقى اتنشن. يلا قوم بينا عشان ننام، عشان هنقوم على مين يا القمح الصبح بدري. اهلا يا فاطمة. يا حلوة يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. يا خالتي السلام عليكم. وعليكم السلام. امي حبيبتي وحشاني بيكي وحشه كبيره. وحشتيني قوي يا مصطفى. بيكي يا حبيبتي. امال فين احمد وحبيبه سته؟ احمد سافر مصر عشان شغله، انما منا بقى واقفه بره مع علي. ازيك يا زين؟ تسلمي لي يا اختي، وحشتونا بقى كده يا فاطمه. تروح وتقول عدوا لي. تعالي يا زينب لما احكي لك على ما غير هدومي ايه اللي حصل. وحشتني قوي. وانتي وحشتيني اكتر. من يا القمح كانت مظلمه من غيرك قوي. عارف وانا بعيده عنك كنت حاسه انا في غربه جديده قوي، زي ما كنت تايهه مخنوقه. والله العظيم بحبك قوي علي. انا سعيده قوي انا بسمعها منك. وانا اسعد انسان في الدنيا وانا شايفك قدامي. بس كان نفسي نتعاهد ان احنا ما نبعدش عن بعض ابدا، ما نتغربش عن بعض طول العمر. طب ما احنا فيها نتعايد. مش هينفع لانها كلها اسبوع بالكتير قوي، وهبقى في مصر وانت هتبقى هنا. هو دكتور مصطفى نوى خلاص؟ ايوه نوى خلاص، نوى يسيب منيا القمح ويتغرب عشان يدير الثروه. ما دام نويت على كده انت حر في مراتك وولادك، لكن انا مش هسيب هنا طول ما انا عايشه. ايوه يا امي، بس احنا استحاله نسيبك عايشه هنا لوحدك، واستحاله كمان نعيش بعيد عنك. ما اقدرش اسيب هنا، وكمان انا جنب المرحوم ابوك والمرحوم اخوك، وبروح ازورهم كل جمعه. طيب يا حاجه، انا هقول لك اقتراح جيد وبناء. دلوقتي انا ان شاء الله كل اسبوع هاجي البلد هنا 3 مرات علشان العياده، اجيبك معايا على الاقل مره ونروح نزورهم سوا. لا يا مصطفى، انا مش منقوله من هنا، عشان لو مصر والفلوس خدتك ونسيتك من يا القمح تبقى تفتكر ان لك ام هنا تيجي تزورها. وبعدين انا بيت اخوك ده ما عتبتوش وهو عايش، عايزني اروح اقعد فيه بعد ما راح. والنبي يا خالتي مالكي حق في اللي بتقوليه. سيبيها يا زينب تقولي اللي تقوله، ساعة الجدة هناخدها معانا غصب عنها. ايوه، وهتعيشي معانا يا خالتي وعلى راسنا من فوق. لا يا فاطمة، انا مش منقولة من هنا، وده اخر كلام يا مصطفى. ما هو مش معقول نسيبك عايشة لوحدك هنا. وانا رحت فين؟ خالتي في عينيا الاتنين. خلاص انا هقعد مع زينب وعلي وهم هيونسوني. ايوه بس مسألة لا تكاد تصدق انك تعيشي هنا واحنا عايشين هنا. انت مش بتقول انك هتيجي هنا من يا القمح 3 مرات في الاسبوع؟ خلاص تيجي فاطمة والعيال معاك وتسيبهم معايا وتروح العيادة، وبعد ما تخلص تيجي نتعشى سوا وتتكل على الله. يا سيد علي، انا كان عندي امل ان يكون عندك ثقة فيا اكتر من كده. انا اسف يا خالي، بس انا فعلا بقيت قلقان قوي. قلقان على الدكتور مصطفى الشرقاوي العالم الكبير في دنيا الطب، خايف للبيزنس ولا الشركات ينسوا الدكتور مصطفى عيانين وابحاثه وعيادته، ودي هتبقى خساره ملهاش حدود. هو طبعا انا مقدر تخوفك ده، انما انت لو كان عندك تخوف بدرجه قيراط فانا تخوفي 500 قيراط. على كل حال اعتقد ان انا الموازين العقليه جوايا ممكن توزن الامر ده. شوف بقى، ورغم الظرف الحزين والمؤلم اللي احنا بنمر بيه، ده ما يمنعش برضو ان احنا نتفكر في جوازك انت ومنى هيتم امتى. انتوا مالكوش ذنب، وايا كان الامر انا طبعا في مقام والدك مش هسيبك تتكفل بحاجه، انا هتكفل بكل شيء. على فكره ماما عرضت عليا انها تبيع الفدان اللي ورثته عن جدي وصاغتها،
بحيث يعني ان انا اشتري شقه او ابني شقه فوق شقتها واجهزها، بس انا رفضت زي ما بعتذر دلوقتي عن طلب حضرتك برضو، لاني بشكل حضاري عاوز اعتمد على نفسي، حتى لو اضطريت سنتين ثلاثه اسافر يعني واكون نفسي بعد ما اناقش الماجستير. بمناسبه الماجستير طبعا انا هكون المشرف على الرساله، ارجو انك تسرع فيها، عايزين ننجزها بسرعه مش عايزين نتاخر يعني. معلش يا خالي، انا ومنى النهارده اتفقنا ان ان شاء الله بعد ما اخد الماجستير هسافر يعني سنتين ثلاثه كده اكون نفسي، اشتغل دكتور مع واحد زميلي في الامارات. ده حتى منى اقترحت يعني ان احنا ممكن نكتب الكتاب قبل السفر بحيث انها تحصلني اول ما الاقي فرصه عمل ليها ان شاء الله. الله، طب ده انتم متفقين اهو. خلاص يا سيدي الطبيب، ما دام اتفقتوا فانا هنزل على رغبتكم. على كل حال خليك هنا مع الست فاطمه وانا هوصل لغايه الحاج نعيم واجي، عايز الاقيك لما اجي. ربنا يكرمك يا دكتور مصطفى، ربنا يكرمك. احنا كنا فين؟ بقينا فين؟ الحمد لله على كل حال. والدكتور ابراهيم اكد لي انك لو مشيتي على العلاج الطبيعي اللي بتعمليه والادويه اللي هو كاتبها لك ان شاء الله قريب جدا هترجعي زي الاول واحسن من الاول كمان. دلوقتي بقى اعتبري زيارتي دي بخصوص الارض بتاع مجمع المصانع. انا جاي مخصوص علشان اطمنكم. اول الاستاذ جنيتي المحامي ما يخلص اجراءات اعلام الوراثه ان شاء الله هاجي لك واجيب لك ال 8 مليون جنيه اللي احنا اتفقنا عليهم. ربنا يطمنك يا دكتور مصطفى، ربنا يطمنك. بس بعد اذنكم بقى انا ليا طلب عندكم. تحت امرك يا دكتور. كلنا تحت امرك يا دكتور. انا عايزكم تقبلوا الفلوس بنفس راضيه وتدعوا له بالرحمه وتسامحوه كمان. مبروك، احنا كده نجحنا في الخطوه الاولى. من بعد بكره دكتور مصطفى هينزل مكتبه عشان يمارس مهامه كصاحب ورئيس المجموعه. عشان كده كان ضروري جدا ان احنا كده نقعد مع بعض ونتفق عشان كل صغيره وكبيره في الشركه تبقى بين ايدينا، وان دكتور مصطفى هو وابنه الباشمهندس احمد يبقوا زي العرايس الماريونات نحركها بايدينا، خصوصا انهم ما لهمش في مسائل البيزنس واداره الشركات، يعني هيعتمدوا علينا اعتماد كلي وجزئي. لا يا سعاده باشا، المساله ما هي سهله زي ما انتم متصورين. بعد اذنك يا دكتور، دكتور مصطفى ده استاذ جامعي، راجل محترم، يعني ما هوش هوين زي ما انتم متخيلين. ومين قال ان احنا هنتعامل معاه على انه راجل هين؟ بالعكس، احنا لازم نتعامل معاه بمنتهى الذكاء، لان اكيد هو كمان هيتعامل معانا بمنتهى الذكاء والحرص وجايز بمنتهى الشك كمان. عشان كده لازم نكون حريصين جدا في تعاملنا معاه في البدايه لغايه ما نكسب ثقته ويبقى تحت امرنا ونحركه زي ما احنا عايزين. طيب بالنسبه لصفقه قبرص يا دكتوره، لما الامور تترستق هنعمل كل اللي احنا عايزينه. توكلنا على الله. استنوا يا جماعه، انا نازله معاكم، عندي ميعاد مهم. مستر فوزي، اعمل حسابك انه الانسه ليلى هترجع شغلها في الشركه. ليلى؟ ازاي؟ احنا محتاجينها. لا طبعا، بالراحه كده وفهميني من فضلك. كلامي واضح جدا، مكانك موجود والمجموعه محتاجاكي. بس انا بعد اللي حصل لا هشتغل ولا عاوز اشتغل. ولو قلت لك ان بعد ما تشتغلي في امل كبير قوي في موضوع مشروع توشكا؟ بلا خيبه، وبعد وفاه محمود بيه الشرقاوي هيبقى في امل نتشعبط فيه؟ لو ليلى سمعت كلامي وبقت تحت جناحاتي اوعدك انه هيحصل. ده غير مرتبها في المجموعه اللي مش هتعرف تعمل ربعه في اي شركه تانيه، والعمولات الصغيره اللي كانت بتعمل منهم مبلغ اخر السنه. يعني وضعها هيكون زي وضعها ايام ما كان مرحوم؟ المكتب نفس المكتب والشغل نفس الشغل، اما بالنسبه للوضع فهي وشطارتها. اللي عرفت تشنكل داهيه زي محمود الشرقاوي مش هتعرف تشنكل اخوه الدكتور مصطفى اللي خان. دكتوره كمية، انا عايزه اسال حضرتك سؤال وتجاوبيني عليه بمنتهى الصراحه. قوي قوي قوي، جو اهيد. انت فاكراني ايه بالظبط؟ بنت جميله وذكيه وعارفه مصلحتها كويس قوي، وعشان مصلحتها ممكن تنزل جنين في بطنها، وما تنسيش ان المصلحه اللي جايه
3 مليون جنيه عمولة مشروع توشكا، ده غير ما يستجد، ويمكن اللي هيستجد يبقى أكتر بكتير من طموحاتك. بس بقولك إيه يا ليلى، لعب لحسابك مش عايزة، اللعب كله لحسابي أنا ومن خلالي أنا، I am the boss، وصدقيني مش هتندمي. أفكر؟ نو 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 نو، أنا هعتبر إنك فكرتي وخدتي قرارك خلاص. بكرة الصبح ألاقيكي على مكتبك، ومش هقولك تعملي إيه. بعد ما تدرسي شخصية الدكتور مصطفى كويس أوي، هتخليه خاتم في صباعك الصغير. حبيبي تعمته بتفكر في إيه؟ في الكلام اللي قالته الست اللي اسمها كاميليا. الست اللي اسمها كاميليا جاعة قرابة كلها حكم يا حبيبتي. أيوه بس كلامها مش عاجبني، وبعدين هي فاكراني إيه؟ شوفي طلعتي من المرحوم محمود باشا بقد ايه، اللي كان ايحة وجلدة وميت على الدنيا الله يرحمه مطرح ما راح. شوفي مصطفى الطيب الامير اللي على نياته بقى، هتطلعي منه بشيء وشريات واوام كده، خلصي عملية توشكا ليكي فيها 2 مليون وليا نص. هتخلص هتخلص بعون الله. ده الدكتور علاء صدقني راجل خانقة. انا بقول ايه، اقطع عرق مع الراجل ده وسيحي دمه، لانه فعلا بقى خانقة. انا اتخنقت منه، اعمل ايه بس، ما انا مضطرة استحمله لحد بس ما اخد الماجستير، وان شاء الله الدكتورة. ان شاء الله هتاخديهم بفلوسك، وبقيت الخطة بقى خديها من عمتك حبيبتك اللي هتخليه يلم تعابينه وياخد بقية قرشيناته اللي حار ونار في جتته ويغور في 60 قرار. كام بتقولي كام؟ 20,000. 25. ودول عاوزين تعمل بهم ايه يعني؟ اصرف منهم، مش انا دلوقتي ما عنديش شغل. يا ليلى انا مش قلتلك قبل كده ما تسيبيش الشغلانه اللي انت فيها دي كويسه جدا لحد ما ترتبي شغلانه تانية؟ بعدين حسب ما فهمت منك قبل كده ان انت كان مرتبك عالي جدا وبقالك اكتر من 4 سنين، يعني كان ممكن تعملي مدخرات كويسه جدا، واحده غيرك كانت عملت اكتر من 500,000. ما بعرفش احوش، انا مصاريفي كتير. يعني بتصرفي 10,000 جنيه في الشهر؟ 10,000 ايه، انا بصرف اكتر من كده بكتير. طب تخيل عمتي عايزه مني 30,000 جنيه لغايه دلوقتي مش عارفه ارجعهم لها. اه بس انا في الحقيقه معيش اسلفك المبلغ ده كله، سمعيني بصراحه ما بحبش اسلف، احب استلف كده. عموما انا هعرف اتصرف، انا غلطانه اني قصدتك. لحظه بس افهمي، انت مش بتقولي ان باباكي مسافر بيشتغل بره؟ ما تطلبي مني. اطلب منه ازاي بس، بابي زي حالاتي، اللي جاي على قد اللي رايح. اه معنى كده ان مفيش مصاريف عفش وجهاز؟ ايه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ عفش وجهاز ايه؟ لا طبعا، احنا تقاليد العيله بتاعتنا بتقول ان البنت تدخل بيت جوزها بشنطه هدومها وبس. اه تقاليد العيله. لا طالما تقاليد يبقى واضح ان الجوازه دي مش هتنفع. فانا بقول يعني انا محتاج جزء من اتعاب الرساله. طبعا انت كنت جبتي لي 20,000 جنيه قبل كده من الارقام، وانا غلطان اللي ما خدتهمش. عموما انا مش هعرف دلوقتي اديك ولا مليم، بس اوعدك انا هحاول ادبر المبلغ في خلال اسبوعين. بس انا دلوقتي خلاص بشطب الرساله وما خدتش ولا مليم. ان شاء الله هخليهم اسبوع مش اسبوعين ويكون المبلغ عندك. بس طبعا باقي الاتعاب مضمونه بعد تسليم الرساله. مضمونه طبعا، بس امتياز مع مرتبه الشرف. طب ممكن اسالك سؤال؟ يعني هتتصرفي ازاي؟ عندي شوية دهب هبيعهم وهديك الفلوس بتاعتك، وده آخر ما أملك. يلا أزمة وتعدي إن شاء الله. أنا اللي كنت فاكر إن ظروفك المادية غير كده خالص. خير إن شاء الله. أنتوا جايين بربطة المعلم كده تكشفوا مرة واحدة ولا إيه؟ هو بصراحة بقى إحنا جايين لا كشف ولا استشارة. إحنا عدينا عليك في البيت يا دكتور، الجماعة قالوا لنا إنك في العيادة. استنينا بقى لغاية ما آخر كشف عندك خرج. طيب خير. نروح على البيت نكمل كلامنا هناك. لا 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 مفيش داعي، دول كلمتين وخلاص يا دكتور. شوف يا دكتور، المرحوم الله يرحمه الـ40 بتاعه عدى بقاله دلوقتي اكتر من اسبوع كويس، واحنا جايين لك كده نيابه عن العمد واعيان الدايره. ولا اقول لك شيء، احنا جايين لك نيابه عن اهل الدايره كلتي. وانا تحت امركم، ايه المطلوب يعني؟ المرحوم الله يرحمه لما مات مكانه اصبح فاضي في المجلس، والمكان دي اساسا كان مكانك انت. ايوه والحمد لله انه اللي نازل قدامك مستقل
وكويس قوي 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 انه الحزب هو اللي اختارك، يعني هيسندك هيسندك وهيقف وراك، يعني هيقف وراك. ايوه طبعا ما فيهاش مناقشه. والحزب والتاني مره يشرفوا انضمامك ليه يا دكتور، وانك تدخل الانتخابات تحت رايته وباسمه، والنجاح الساحق مضمون باذن الله. فانا امام الحاحهم واصرارهم وحاله الملل اللي حاصروني فيها، قلت لهم انا وافق اخش الانتخابات، بس اشترطت ان انا هنزل كمستقل. طبعا ده زعلهم فمشوا. بس انت غلطان يا مصطفى انك تزعله، دول حزب الاغلبيه، المفروض ان احنا ما نخسرهمش. بابا عمو شكري جه تحت وبيقول ان عايز حضرتك في موضوع مهم. انا تحت امرك يا شكري بيه، خير ان شاء الله. كل خير يا دكتور. شوف يا سيدي، قيادات الحزب بعتاني مخصوص علشان اقنعك انك تنزل باسم الحزب وتحت رايته. انا طبعا مع تقديري الشديد للحزب ورجاله، بس انا افضل اخد الانتخابات كمستقل. دكتور مصطفى، انت وضعك دلوقتي اتغير كبير جدا. جنابك دلوقتي اصبحت تملك ثروه كبيره جدا واكبر مجموعه شركات في البلد. الثروه دي محتاجه لنفوذ يحميها. انضمامك للحزب وتصعيدك في صفوفه، تمثيلك له في المجلس، هيضفي عليك نفوذ كبير قوي مش هين. اكيد هتكون محتاج له في المده اللي جايه. انا مع تقديري الشديد لتحليل حضرتك، بس اتصور ان انا محتاج وقت اتفكر فيه. الموضوع مش محتاج للتفكير. ادي استمارة انضمامك للحزب، املى البيانات اللي فيها ووقع عليها. يعني سعادتك شايف ان دي الخطوة المناسبة دلوقتي؟ اكيد، وإلا ما كنتش جيت لك في الوقت ده. المدهش ان المدام عندي شايفة نفس الرأي. على كل حال انا لن اكابر، على خيرة الله. وان شاء الله بعد بكرة هبعت لك عربية علشان تنقل كل حاجاتكم. الحمد لله على سلامتك يا باشا. الله يسلمك. شكرا. الحمد لله بالسلامة يا بابا. الله يسلمك يا احمد، ولو اني زعلان منك لان انت ما حضرتش معانا الاربعين بتاع المرحوم عمك. انا اسف جدا يا بابا، كانت زنقه جامده جدا في الشغل، حتى اسال شكري بيه. ايوه فعلا كان مزنوق في الشغل طول الايام اللي فاتت. والله وليكي وحشه جامده قوي يا فاطمه هانم. انت كمان يعني يا هانم. اذا كنت ناويه تغيري طقم الخدم قولي لي، انا ممكن اتصل بالمكتب اللي بتعامل معاه يجيبوا لك ناس جديده حسب ذوقك. بيخيل يا هانم مفيش ما يدعو القطع عيش ناس غلابه زي دول. انا برضو بيتهيألي ان كلام مصطفى مظبوط، الناس دي خدمت في الفيلا سنين طويله وحافظت على كل حاجه فيها. منى تعالي معايا اوضتك، انا وضبتها لك توضيبه جميله قوي. طيب بعد اذنكم. يلا حضرتك اتفضل يا شكري. على فكره حسب اتفاقنا انا خلصت لكم كل اجراءات عضويه النادي. ميرسي قوي يعني يا تاني، تعبناكي معانا. مش كده وبس، المرحومة إيناس بنتي كانت رئيسة الجمعية النسائية في النادي. بكرة إن شاء الله عاملين انتخابات عشان يختاروا رئيسة جديدة للجمعية. أنا وكوثر هانم حرم سيادة الوزير يحيى فؤاد قررنا إنك تبقي أنت الرئيسة، وحزمنا على بقية العضوات علشان ينتخبوكي الرئيسة الجديدة بالتزكية. معقولة أنا؟ أيوة أنت يا فاطمة هانم، ولا أنت مالكيش في فعل الخير؟ لا طبعا ليه ونص، ولا انت رايك ايه مصطفى؟ المساله مش محتاجه الراي، دي جمعيه خيريه، ولا مصطفى بيه عنده مانع؟ لا اطلاقا مفيش اي مانع. شكري بيه ايوه يا ريت تتفضلوا معانا فوق علشان في اوضه النوم نفتح الخزنه اللي موجوده وتاخدوا المجوهرات اللي تخص المرحومه ايناس. لا 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 قسما عظما ما يحصل ابدا ابدا. احنا لا نطلع ولا نحضر فتح خزن ابدا. معقول يا مصطفى كل دي مجوهرات؟ كل دي مجوهرات يا
مش مجوهرات مش مشكلتنا، المهم الناس مستنينا تحت. مصطفى دي ثروه من حقي انا ومنا، وبعدين اذا كان على الشر اكيد اخوك الله يرحمه هو اللي اشتراها لها، يعني شرعا وقانونا من حقنا احنا.